مرحبا يومكم مشاهدينا الكرام. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سنعرض عليكم اليوم سلالة من أندر سلالة الدجاج التي تلقى إقبالا كبيرا لدى كل المربيين في الوطن العربي. اليوم إن شاء الله غادي نتكلموا لكم على دجاج أيام سيماني، واللي كنفضل البعض كيسميه بلامبورغيني. هذا الدجاج هو أسود بكامله، سواء على مستوى ريشه أو منقاره وحتى أعضائه الداخلية. سمي دجاج أيام سيماني بهذه التسمية نسبة لقرية توجد بجزيرة جاوا الأندونيسية، ومنها تم نقله إلى أوروبا والولايات المتحدة الأمريكية، وأصبح رمزا للثراء في المجتمعات الأوروبية. يحظى دجاج أيام سيماني بأهمية كبيرة داخل مزرعة التاج الذهبي، لأن الطلب على هذه السلالة هو كبير جدا، وكل العاملين بالمزرعة يولون أهمية لهذا الدجاج من أجل زيادة فرص تكاثره، باعتبار المسؤول الأول عن تسيير المزرعة كنبدلوا واحد المجهود كبير باش نجلبوا أجود وأفضل أنواع الدجاج لمزرعتنا. والدجاج لامبورغيني هو واحدة من هذه السلالات التي نفتخر بوجودها داخل المزرعة. يصل وزن الديك في سلالة أيام سيماني إلى حوالي كيلوغرامين ونصف، بينما يصل وزن الأنثى ما بين كيلو ونصف إلى كيلوغرامين، ولا تتطلب تكاليف كثيرة بالنسبة للعلف. نتيجة مراقبتنا وعملنا عن قرب بالدجاج داخل المزرعة، كيتبين لنا أن اللامبورغيني تبيض بيض لونه كريمي مع مسحة خفيفة من اللون الوردي، ويبيض حوالي 100 بيضة في السنة، وتزين البيضة الواحدة حوالي 45 غرام. احنا داخل المزرعة تنقدموا الدجاج أيام سيماني علف عادي مكون من القمح والشعير والنخال، وبالمساء تنقدموا ليه علف بياض يعطى للدجاج البياض باش نساعدوا الدجاج على التبييض وزيادة عدد البيض، كما أننا نخصص لكل 3 دجاجات ديك واحد كي باش نرفعوا من نسبة الخصوبة في البيض. ولمعلوماتكم أيضا متابعي قناتنا الأوفية، فالدجاج الأسود يلقى رغبة كبيرة من قبل الأثرياء في العالم، خصوصا الولايات المتحدة الأمريكية. أما في الصين فيعتبر طعامه مفضلا للنساء بعد الولادة، لأنه يعيد إليهن طاقتهن بعد أن يفقدن الكثير من المكونات الغذائية خلال فترة الحمل. نؤكد لكل عشاق دجاج الزينة وخصوصا محبي هذا النوع من السلالات أننا رهن إشارة الجميع، فالمزرعة والحمد لله تتوفر على بيض دجاج لامبورغيني، وكذلك الكتاكيت والدجاج البالغ أيضا. فما عليكم إخواني المربين أخواتي المربيات إلا تواصل معنا، ونحن رهن إشارتكم. مرة أخرى كنشكر قناة طيور تيفي التي تمنحنا هذه الفرصة باش نتواصلوا مع المربين وكنتكلموا على جديد المزرعة، ونأكد لكم وللمشاهدين أن هناك مفاجآت أخرى قريبا إن شاء الله. الشكر الجزيل للسيد نبيل على كل هذه التوضيحات، وللعاملين بالمزرعة الذين يقدموا لنا كل ما نحتاجه لنفيذ به متابعينا الكرام. وأنتم متابعي قناتنا الأوفياء، شكرا على إخلاصكم لقناتنا، دمتم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.